مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة إيمان 26 سنة اللي كيتبع عدد كبير من المغاربة، قصة جد جد غريبة. مشاهدينا الكرام، الفيديو السابق خبر جد جد صار، وأخيرا إيمان عرفت الأم ديالها بعد مسار صعب كان فيه تشويق، كان فيه أشياء اللي ما توقعناهاش. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في موضوع إيمان 26 سنة، الأب والأم ديالها توفى، والأم قبل ما توفى بثلاثة أيام عطتها سر، قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، صعبت عندها الدنيا، لا زالت تبحث وشتى الطرق من أجل أن توصل الوالد ديالها البيولوجيين. في خضم الموضوع تبعتوا معنا مجموعة من الأجزاء. الأم اللي رباتها الله يرحمها عطتها سر، قالت لها حافظة ومحجوبة، شفنا محجوبة وفي الأخير حافظة عطتنا سر اللي هو الملف عند الزيانية. بحثوا المغاربة بشكل كبير مع إيمان، وصلوا للزيانية لقاوها توفات حوالي 17 سنة، وبقى عندهم الأمل الأخير في الإبنة ديال الزيانية. الإبنة ديال الزيانية هي اللي قدرت توصل إيمان للأم ديالها، كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق عطاتها، قالت لها أنا غادي نعيطوا لك، اتصلت بها سيدة أخرى قالت لها أنا هي الخالة ديال الأم ديالك، عطتها أدلة، عطتها أمور التي تفيد بأنه فاتحة هي الأم ديال إيمان. الجديد في الموضوع اليوم كما تبعتوا في الفيديو السابق، اليوم هناك جديد، شيء آخر مفيد تهوى وكي في نفس الموضوع. الجديد في الموضوع اليوم أنه بنت زيانية عاود ربطت الاتصال بإيمان، ولكن هنا كلام آخر، قالت لها غنعطيك القصة الكاملة. حنا كنا كيسحب لينا بأنه الإبنة الزيانية عندها معلومات فقط، ولكن الإبنة الزيانية هي عندها 60 سنة وتا هي شاهدة على كيفاش تزادت إيمان. أسرار مهمة في الموضوع تبعوا معايا. اليوم عيطت لك خديجة، الشكر الجزيل للمغاربة، التواصل معاك، كل شيء فرحان، كل شيء عجبو الحال، بعد مسار صعب وصلتي للهدف. اليوم عيطت لك الإبنة الزيانية، تفاجئنا بانه هي 60 سنه وقالت لك انا شاهده لكل شيء وحاضره لكل شيء تايا، وعاودي لي شنو قالت لك. انا اليوم عيطت لي بنت زيانيه اللي كنقول لها شكرا وشكرا بزاف، حيت بالفضل ديالها وانني عطاتني معلومات، وبالفضل ديالها انني وصلتني للخاله ديال الام ديالي فاتحه، اللي كنقول لها شكرا وخيرها عمرني ما غنساه، غنقولها وغادي نبقى نقولها دائما. كما قلت لك اليوم عيطت لي وقالت لي إيمان واش ممكن أنني نتلاقى معاك، أنا ما رفضتش، قلت لها أهه مرحبا. وهذاك الشيء اللي درت، مشيت لعند بنت الزيانية، تلاقيت معاها، أنا نسحبها كيف ما أنايا، حيت أنا منها غير في التليفون، أنا أول مرة غنتلاقى بها كنسحبها وحدة باقا زعما صغيرة، غتكون قدها قد الأم ديالي اللي والداني، زعما في ديك الربعينات، من شفتها لقيتها في أنها مرا كبيرة تقريبا في داك الستينات، سميتو منا قالت لي منا بركش معاها، وسميتو عاودت لي كل شيء، قالت لي شوفي، قالت لي انا غادي نعاود لك داك الشيء كامل من الاول حتى الاخر، باش انا نرتاح، مش انا ضميري، باش انا نقول راه انا الحمد لله راني وصلت البنت لهذاك الشيء اللي بغات. هذاك الشيء اللي دارت، بدات كتعاود لي مسكينه من الاول حتى الاخر، ما مخبات عليا حتى شي حاجه، قالت لي بان الام ديالك، قالت لي كيفاش جات، قالت لي جابتها الخاله ديالها فاتحه، قالت لي جابتها الخاله ديالها اللي جابتها لعندنا لعندنا للدار، قالت لي منا كانت حامله بك وانتي عند وانتي 7 شهور، قالت لي جابتها للزيانيه، قالت لها عافاك غير خليها عندك، غايا تبقى عندك انا غادي نرجع، قالت لك مشات ما بقاش رجعت، هذه الخاله ديال فاتحه، قالت لك ما بقاش رجعت. فاتحه اللي هي الام ديالك البيولوجيه. فاتحه اللي هي الام ديالي البيولوجيه، قالت لك مشات حتى بغيتي تزادي، عاد جات الخاله ديال فاتحه الام ديالي البيولوجيه، قالت لك من بعد، قالت لك بقات عند الام ديالي البيولوجيه، بقات عند الزيانيه تما حتى وصل وقت الولاده ديالها، قالت لك من مشات، قالت لك جاها الوجع مرضات، قالت لك حيت هي في نص الوقت جاها الوجع كانت مرضت، قالت لي هزاتها، قالت لي الام ديالي داتها للسبيطار، قالت لي حيت الام ديالي ما دارت حتى شي حاجه، دارت غير خير، وانا كنقولها حتى هي يا
شكرا، حيت بفضل ديالها انني بقيت حيه، حيت كانت الام ديالي، الام ديالي البيولوجيه كانت مريضه، مرضات منا، كانت بغات ولد. من بعد قالت لك منا ولدات، منا ولدات الام ديالي البيولوجيه، قالت لي كانت في السبيطار تاع محمد الخامس اللي كاين في كازا، قالت لي تما فين تولدتي. قالت لي من بعد منا قالت لي بغيتي تخرجي، من بغيتي تخرجي؟ قالت لي من السبيطار. قالت لي ما خلاوش الام ديالك تخرج. منا قلت لها علاش؟ قالت لي حيت الام ديالك كانت باقا صغيره، وكان ما كاينش عندها ثبوت الزوجيه اولا سميتو باش انها تخرج من السبيطار. قالت لي شافت الام ديالي تعيات، الام ديالي قالت لي بضمانتها وبلا كارت ناسيونال ديالها، قالت هي اللي خرجت فتيحه من السبيطار. يعني الزيانيه الله يرحمها هي اللي ضمناتك انت باش خرجتي من السبيطار. الزيانيه الله يرحمها هي اللي ضمناتني لا انا للام ديالي باش خرجت من السبيطار. قالت لي لقيتها اللي خرجت من قالت لي لقيتها اللي ضمناتها وخرجت من السبيطار. قالت لي تما فين تلاقينا بحفيظه، والام قالت لي الام اللي رباتك اللي هي الام ديالي ربيعه الله يرحمها، قالت لي تما فين تلاقينا. قالت لي من بعد منا قالت لي منا بغات تاخذك حفيظه، ما بغا ما الام ديالك البيولوجيه اللي فاتحه قالت لي ما بغاش تعطيك. قالت لي ما بغاش تعطيك. قالت لها لا ما نعطيش بنتي. قالت لها ما نعطيش بنتي. قالت لها لا غتعطيني ولا غادي نجيب لك البوليس. هذه حفيظه، هذه حفيظه قالت الام ديالي الفاتحه، قالت لها تعطيني الدري ولا غنجيب لك البوليس. قالت لك قالت لي هلا. قالت لك من بعد ركبوهم في هوندا، قالت لك يتلقى لهم قدام الهوندا حفيظه، قالت لك كانت باقا بصحتها، قالت لك كانت بحال اللي قويه شويه. قالت لك وقفت لهم قدام الهوندا، قالت لها يا اما غتهبطي وغتعطيني الدريه ولا دابا غنعيط لك البوليس غيجي يديوك. قالت لك هي بالخلعه. قالت لي ما بغاش تعطيك. قالت لي والله كتحلف. قالت لي شوفي شي الام ديالك فاتحه. قالت لي اللي والده. قالت لي والله ما بغات تعطيك. قالت لي ولكن راه بزز منها انها عطاتك. وين الزيانيه هي اللي الله يرحمها هي اللي ضامناك، علاش تخافي من حفيظه؟ هاد حفيظه قالت لها زعما حيت انا عاطيه الكلمه للناس. قالت لها صافي غادي تعطيني البنت، حيت علاش؟ حيت الاخت ديال فاتحه، الاخت ديال فاتحه كانت خدا هي حفيظه باش عرفات بان الام ديالي غادي تولد، حيت الاخت ديال حفيظه الاخت ديال فاتحه كانت خدامه عند فاتحه. يعني الاخت ديال فاتحه امك اللي ولداتك كانت خدامه في الفيلا عند حفيظه، وكانوا عارفين بلا راه حامله فاتحه، بلا راه حامله. هنا فاش قالوها للزيانيه، الزيانيه ملي قربت امك انت تولدك حضرت لها الولاده، ما خلاوهاش تخرج، خداتها على ضمانتها هي باش تزادي انت. دابا الامور مزيانه. قولي لي زيدي. صافي قالت لك من بعد قالت لك هي من وقفات قدام الهوندا وخلعات ثاني المره الثانيه بالبوليس، قالت لك ما لقات ما دير. قالت لك هي تعطيها صافي. قالت لك وما بغاتش، قالت لي انها تعطيها، ما بغاتش تعطيك الحفيظه، ولكن قالت لي ما عندها ما دير منها. قالت لها البوليس. في نظرك انت المعلومات اللي قالت لك بانه بهذه الطريقه اللي قلتي دارت حفيظه ولا بغات تاخذها يعني كما كنقولوا بالزز، يعني واش هادشي فيه شي مقابل مخلصه فيه هي ولا كيفاش؟ شنو المعلومات اللي قالت؟ قالت لي الام ديالك اللي مربياك عطاتها الفلوس. ربيعه الله يرحمها. الام ديالي ربيعه الله يرحمها عطات الاخت فاتحه الفلوس. زعما بحال دورت معاها قالت لها باش تعطيوني البنت. دابا انا والله اول مره غنقولها مشاهدينا الكرام، غنبسطوا في الامور 26 سنه هاد القصه الخيال العلمي. دابا الزروره عندك غاليه، انت طلعتي غاليه بزاف. شنو خرجتك مازال بنت زيانيه؟ بنت زيانيه قالت لي بانها تواصلت مع الخاله ديال الام ديالي فاتحه، قالت لها واش تواصلتي سميتو؟ قالت لها تواصلت، دويت مع فاتحه. قالت لك وقلتها ليها، قلت لها راه بنتك راها قلبت وراها جات وراها دوات معايا. قالت لي فداك الوقت اللي قالتها ليها قالت لي تصدمات وطلع لها السكر وسخفات وهزوها في لومبيلونس والدواء في السبيطار. قالت لي والغد ليه اليوم عيطت ليها وقالت ليها كي بقيتي؟ قالت لها اشنو سميتو؟ قالت لها ما كنتش ضانه، ما كنتش متوقعه اولا ضانه ان شي نهار غادي تجي وغادي تقلب. وقالت لها حتى هي ما قالتش لها شي كلمه انني ما نتلاقاش معاها. قالت لها غادي نتلاقى معاها وغادي نشوفها. ايمان شكرا لك.
وان شاء الله قريب غادي تشوفها يا رب الله، والله يجيب لها الشفاء كما كان الحال. امور اخرى انا كنعرفهم ما يمكنناش ننشروها، يعني حفاظا على الام لبزاف ديال الابعاد. وكنشكروا حتى بنت زيانيه اللي ساعدتك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذه هي القصه الكامله بالتدقيق الممل لواقعه ايمان 26 سنه، انطلاقا من الخيوط او ما يسمى بالضبط بالعلبة السوداء اللي هي حفيظة عطتنا الزيانية. الزيانية توفات، كاين الابنة ديالها الله يجازيها بخير، عندها 60 سنة، حاضرة للواقعة رفقتها الخالة ديال الأم البيولوجية اللي هي فاتحة. مجرد أنه مجهود كبير اللي داروا المغاربة باش وصلوا الزيانية، الابنة ديال الزيانية، الابنة الزيانية عفوا، لم تتوانى ولو لحظة أنها تعطي المعطيات اليوم الدنيا وغدا الآخرة. أعطت القصة الكاملة أنه إيمان تزادت في نفس السنة مستشفى محمد الخامس، تدخل ديال زيانية الله يرحمها ضمنتها خداتها، ولكن حافظة متشبتة بالقرار أنها تأخذها، لأن أعطت الكلمة للناس أخرين. العلاقة ديال حافظة بالملف أنه فتح الأم البيولوجية الأخت ديالها كتخدم في البيت ديال حافظة، يعني كانت على اطلاع، كان هذا هو السبب باش دخلت حافظة على الخط وعطات الكلمة للناس. كما قالت لك هدداتها وعطات إيمان الرابعة اللي كبرتها 26 سنة. هذه هي القصة ديال إيمان، ونحن دائما على تتبع اللقاء الخاص بين إيمان وفتحة الأم البيولوجية. مشاهدينا الكرام، انطلاقا من حيثيات الفيديو السابق والفيديو ديال الآن وهذه المعطيات، الأكيد أنه فتحة هي الأم ديال إيمان. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع لهذه القضية، وسوف نوافيكم دائما بالجديد إلى كتاب إن شاء الله. اللقاء تنتمنى ويكون عما قريب بين الأم البيولوجية فاتحة وإيمان 26 سنة. قصة إيمان قصة صراحة القمة في الغرابة، وقصة لا تنسى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.